جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يتم لي الخشوع وكيف يتم لي إبعاد الوسوسة أثناء الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. هذا يتم بتوفيق الله سبحانه وتعالى، يا الله. ويبذل الإنسان الأسباب التي بها يحصل الخشوع، وأعظمها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بعد الاستفتاح وقبل القراءة، وإحضار القلب في الصلاة وقطع الشواغل، تدبر القرآن الكريم الذي يقرأه في الصلاة أو يسمعه من الإمام، كذلك لا يدخل في الصلاة وهو مشوش الفكر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فعلى الإنسان أن يتخلى من الأشياء التي تشوش عليه في صلاته، وكذلك الصلاة في المكان الذي فيه شدة برد أو شدة حر. أيضا الإنسان يتوخى المكان اللائق والبعيد عن الأصوات واللغط من أجل أن يقبل على صلاته. كذلك مما يجلب الخشوع أن الإنسان لا يسرح طرفه فيما أمامه وهو يصلي، لا يرفع بصره إلى السماء، لأن هذا منهي عنه متوعد عليه، لا يمد بصره إلى ما أمامه ينظر في ما أمامه من الأشياء، لأن هذا يشغله عن صلاته، وإنما يقصر نظره إلى موضع سجوده. نعم.